بدك تقدم العلوم او هذا الزميل تعبر. في هذا اليوم ينظم هذا الاعتصام بدعوة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. هذه الوقفة تنظم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن أمام الأمم المتحدة للمطالب بضرورة التحرك العاجل لإطلاق سراح الزميل عمر نزال والصحفيين من سجون الاحتلال وكذلك المعتقلين الإداريين. الاعتقال عمر نزال، زميل عمر نزال يخوض إضراب عن الطعام تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، وتلقى تهديدات من قوات الاحتلال بعزله انفراديا، وهو يعاني من ظروف اعتقالية صعبة، ولذلك دعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية بضرورة التحرك من أجل الإفراج الفوري والسريع عن الزميل عمر نزال. نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الصحفية والاتحادات الدولية بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عن الزميل عمر نزال وكافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال. ومن هنا من أمام هذه المؤسسة الدولية نبرك إلى المؤسسات الدولية بأن يكون هناك تحرك، هذا تحرك عاجل وليس مجرد بيانات وشجب واستنكار، وخاصة بأن هذه الزميل عمر نزال كان يعبر عن الرأي، عن رأيه كصحفي وكإعلامي، وليس كان محاربا على الجبهة. القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تفعل الكثير لأنها محاصرة بالاحتلال مثل الشعب الفلسطيني، ولكن أنا برأيي لن نكسر إرادة إسرائيل إلا بتغيير ميزان القوى، وهذا لن يتم إلا بقرار حاسم بالتوجه نحو المقاومة الشعبية بكل أشكالها وبتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل. بدون عقوبات لن ترتدع إسرائيل. اليوم نحن نتحدث عن ظاهرة خطيرة تشمل تكميم أفواه الصحفيين، تشمل توسيع الاعتقال الإداري ليشمل المئات، وتشمل تمديد اعتقال الناس حتى الذين انتهت محكومياتهم. وبالإضافة إلى ذلك أخذت إسرائيل اليوم قرار بطرد النشطاء الذين يدعموا والمتضامنين الذين يدعموا حركة المقاطعة. نحن في حرب مع إسرائيل، وأنا أوان للجميع رسميا وشعبيا أن يدرك أن علينا أن نخوض هذا الكفاح حتى النهاية وبشكل كامل.